في محافظة صلاح الدين مشطت القوات الأمنية مناطق جزيرة غرب سامراء بعملية أمنية تهدف إلى القضاء على فلول داعش وتدمير مواقع تابعة لها. مسؤولون أمنيون في المحافظة أكدوا الانتهاء من عملية التمشيط ورفع العبوات التي زرعها عناصر داعش، موضحين أن العملية أسفرت أيضا عن اعتقال بعض عناصر التنظيم الإرهابي وتدمير 4 مواقع تابعة له. كان عمل عندنا عمل رفعنا 22 جريكان سعة 20 لتر زائد 2 قمعية، والعمل مستمر. هناك أكثر من مناطق بها عبوات، وإحنا نرفعها ونهيب بالمواطنين إذا يسمعون صوت انفجار. هذا انفجار تحت السيطرة. وردت معلومات خلال هذا الأسبوع الماضي عن وجود أوكار لعناصر داعش على ضفاف بحيرة الثرثار في جزيرة غرب سامراء. تم تشكيل فريق عمل مؤلف من قيادة قوات الشرطة الاتحادية الفرقة الرابعة وقسم استخبارات الفرقة الرابعة، وتوجه إلى المكان المعني. وأثناء التفتيش تم العثور على 4 أوكار وتدميرها من قبل قيادة الشرطة الاتحادية الفرقة الرابعة، والقاء القبض على 2 من عناصر داعش الإرهابي.